دارين حمزة أفضل ممثلة لسنة 2017 والجمهور اللبناني فخور فيها. فازت ليلة امبارح الممثلة اللبنانية دارين حمزة بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم اللبناني ورقة بيضاء أو ناتس ضمن مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي 2017 يلي انعمل بالجزائر. ورقة بيضاء أو ناتس فيلم أكشن بيتناول قصة امرأة متزوجة عم تلعب دور الممثلة دارين حمزة، بتصير مدمنة على لعبة البوكر وبتنبش عن مغامرة جديدة بعيداً عن حياتها الزوجية المملة، بس صديقتها المقربة ويلي عم تلعب دور ألكسندرا القهوجي بتحب التلاعب بالرجال فبتورطها مع عصابات منظمة. هالفيلم من إنتاج اللبناني طارق جابرييل سيكياس وإخراج الفرنسي أوري بارجي، وكمان عبر اللبنانيين عن فخرهم بهالإنجاز يلي حققته دارين، خصوصي أن اللبنانية الوحيدة يلي فازت بالجائزة. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن موجودة أسفل الفيديو.